عمليات إبادة جماعية يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة جعلت من خلاف أمريكي إسرائيلي يطفو على السطح. ففي انتقاد نادر للاستهداف الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي، أعلنت واشنطن عدم موافقتها على عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي حول مستشفى الشفاء. ونتيجة جرائم الاحتلال في قطاع غزة، تتعرض الإدارة الأمريكية لضغوطات داخلية وخارجية من أجل التخلي عن دعمها لإسرائيل، حيث أعرب مسؤولون أمريكيون عن قلقهم بسبب امتناع إسرائيل عن بذل الجهد المطلوب للحد من استهداف المدنيين الفلسطينيين، كما أكدوا أنه لا ينبغي أن يكون هناك تهجير للفلسطينيين من غزة أو من أي جزء منها. الخلاف الأمريكي الإسرائيلي لم يقف عند هذا الحد، بل وصل إلى تحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن احتلال قطاع غزة من قبل الجيش الإسرائيلي سيكون خطأً كبيراً، وذلك رداً على تصريحات للرئيس الإسرائيلي قال فيها إن إسرائيل سيتعين عليها الإبقاء على قوة أمنية في قطاع غزة. ورغم هذا الخلاف، تعلن الولايات المتحدة دعمها الكامل لإسرائيل دون قيد أو شرط، إلى أن مجازر الاحتلال في قطاع غزة والتي انتفض العالم لها تسببت في حالة تصدع داخل أروقة السياسة الأمريكية، وهو ما ظهر من انقسامات بالخارجية الأمريكية اعترف بها وزير الخارجية أنتوني بلينكين. واشنطن التي تطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار في قطاع غزة مستمرة في إرسال مساعدات عسكرية لا محدودة لها، وهو ما ظهر مؤخراً في حصول تل أبيب على عشرات الآلاف من قذائف المدفعية والصواريخ الاعتراضية والذخائر الموجهة بدقة، كذلك أجهزة رؤية ليلية ومركبات عسكرية جديدة، وهو ما جعل البعض يصف الخلاف الأمريكي الإسرائيلي حول قطاع غزة بأنه خلاف ظاهري.